السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أحسن صوتي في 10 خطوات؟ أخلي صوتي جميل ورائع وأنا بقرأ القرآن؟ في 10 حاجات لو طبقتهم بشكل صحيح إن شاء الله صوتي يكون جميل. أولا، حابب إنك تعرف شيء معين، كل الناس ممكن تؤدي حتى لو هي ظن إن أصواتها مش كويسة. في فرق بين واحد بيعرف يؤدي وواحد مش متدرب كويس وظن إن هو مش هيقدر فمش هيقدر، لكن كل واحد حسب إمكانيات صوته يقدر إن هو يطلع من صوته جمال وروعة وأداء يحس بها بنفسه وكمان غيره يحس بيها. طيب أعمل إيه ال10 خطوات اللي أعملهم عشان أحسن صوتي؟ أولا، في عندنا بعد ما نقوم من النوم مباشرة تمرين كده للشهيق والزفير، وده مهم جدا عشان إطالة النفس وعلشان ملء الصدر بالهواء، لأن ده بيفيدني وأنا بقرأ القرآن أو وأنا ببتهل أو أنا بنشد. طب أعمل إيه؟ لمدة 3 دقايق أو 4 دقايق أبدأ أخد نفس شهيق وزفير أخرجه من الفم، وكل مرة أحاول أطول شوية، يعني أخد بشكل أوسع ووقف شوية في صدري وبعدين إيه أطلع بشكل كبير. وقف، كل ده هيساعدك في إنك أنت تقوي النفس عندك، وده من أهم الخطوات في تحسين الصوت. رقم 2، لما بتقوم من النوم لازم تشرب حاجة دافية عشان ترطب الأحبال الصوتية. الأحبال الصوتية عندي بتبقى محشرجة بسبب الصوت والنفس وفتح الفم وكذا، فلازم أشرب حاجة دافية عشان تحسن لي الصوت وأقدر إن أنا أتعامل بشكل كويس. رقم 3، أقف. يعني الناس اللي بتقرأ وهي جالسة خلاص تمرنت وتعودت وبقى عندها احترافية، لكن أنا في البداية عشان أحسن صوتي أبدأ أتدرب وأنا واقف. ليه؟ عشان ده هيساعد صدري إن هياخد الوضع الصحيح في النفس ويخليني أخد نفس كويس ويخلي عندي باور وقوة في إلقاء الصوت، فلازم أنا أكون واقف. رقم 4، التمرين الصوتي صعودا ونزولا. يعني مثلا أختار كلمة من الكلمات وأبدأ أتدرب عليها يا رب بكل سهولة من غير تعب ومن غير عرب ومن غير إن أنا يعني أفنن أو كده، لا بكل سهولة يا رب، بعدين أعلى شوية يا رب، أعلى شوية يا رب، أعلى كمان شوية يا رب، وأفضل أعلى 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 لحد ما أجيب أعلى طبقة عندي. ليه؟ علشان الأحبال الصوتية تبدأ يحصل لها نوع من أنواع التمرن، وإن هي تبدأ تجيب الأصوات والطبقات العالية اللي احنا بنسميها الجواب. بعدين أبدأ أنزل دي بنسميها طبقة القرار، فيبقى صوتي جايب من أعلى السلم لأسفل السلم. ده أبدأ أتدرب عليها كل يوم 10 مرات، وكل يوم ورا الثاني أبدأ أزود شوية، يعني في الجواب أزود شوية وفي القرار أزود شوية. ده رقم 4. رقم 5، أبدأ أطبق الكلام دوت على القراءة بتاعتي، أبدأ أقرأ قراءة سلسة بدون تعب وبدون تكلف، ودي نقطة برضو مهمة جدا اللي هي آخر نقطة، إني لا أتكلف في القراءة. لكن خلينا الوقت في رقم 5 اللي هي التطبيق العملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. أنا الوقت بقرأ بقراءة سلسة وسهلة وبطبقة تحت خالص عشان لا أجهد نفسي في الأول، بعدين أبدأ أعلى شوية. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا. وهكذا أتمرن 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 ولا أمل. كل ما أتمرن وكل ما أضع نفسي على إن أنا محتاج أحسن صوتي، أضع نفسي في هذا الموضع، أكيد صوتي هيتحسن مرة في مرة. لكن استسلامي بإن صوتي صوت وحش ومش هقدر، هيفضل وضعي بهذا الشكل.
تمام، يبقى لازم اتمرن واطبق اللي انا كنت بنفذه في رقم 4 اللي هو العلو صعودا ونزولا، اطبقه في ايه؟ في رقم 5 اللي هو التطبيق العملي لقراءة القرآن. رقم 6 استمع لشيخ احبه واستمع له باستمرار واحاول ان اقلده، ولا اشتت نفسي بين الشيوخ، الشيخ ده بيقرا كويس، لا الشيخ ده بيقرا كويس، لا. التشتيت ده في البدايه مش كويس، انا الاول التزم بشيخ واقلد هذا الشيخ واحاول ان يعني اجيب الطبقات اللي هو بيقولها الى ان يعني اتمرس، بعدين لو حابب بقى اجيب شيخ ثاني، شيخ ثالث، طبقه معينه، نغمه معينه، خلاص انت واحده واحده بترتقي درجه في درجه. رقم 7 يا احباب مهم جدا الهدوء، ما تشنكش نفسك في البدايه، ما تقراش التشنج بصوت عالي وبتكلف، لا اقرا بهدوء، اقرا بهدوء ويعني استمتع، حاول تمتع نفسك وانت بتقرا، واذا لقيت نفسك في الهدوء مش جاي ابدا اطلع واحده واحده، لكن ابدا في البدايه خالص بهدوء، ما تبداش تقرا تقول اول ما تقرا بسم الله الرحمن الرحيم، هيحصل عندك خضه وانت نفسك هتحس ان صوتك شرخ منك وهيبدا عندك ايه؟ خوف وانزعاج من موضوع القراءة. ولذلك في عندنا طريقة يعني سمعتها من أحد الناس كانت طريقة جميلة جدا، وهي أن أقرأ من فوق القلم لا من تحت القلم، يعني لو أنا مثلا حاطط قلم في فمي الصوت بتاعي يبقى من فوق القلم، أقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب من تحته إزاي؟ هقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت القلم في ضغط على الحنجرة وعلى الأحبال الصوتية وهأجهد بشكل صعب، لكن من فوق القلم الهواء طالع بشكل طبيعي والصوت طالع بشكل طبيعي، ولذلك هيكون مفيش إجهاد ولا في شيء إن شاء الله. من أهم النقاط اللي هي رقم 8، أهم النقاط اللي لازم أتدرب عليها وأتعلمها، أتعلم التجويد. التجويد من حيث لا تدري سيحسن صوتك، الغنن، المدود، القلقلة، الإظهار، الإضغام وهكذا، كل هذه الأمور هي سبحان الله درجات ترتب لك الصوت. فمهم جدا قبل أن تبدأ في تعلم درجات الصوت ابدأ الأول تعلم التجويد، وانت هتكون قطعت تقريبا نص المشوار، نص المشوار في تعلم أحكام القرآن والتجويد. رقم 9، لو أنا بقى وصلت لدرجة معينة من درجات إن أنا بدأت أتمكن في القراءة وبدأت يوصل عندي نوع من أنواع إن أنا بدأت أحس إن أنا فعلا التطبيق والتدريب بدأ يجيب معايا، لو أنا قدرت أتعلم المقامات الصوتية من المشايخ الذين يعلمون المقامات الصوتية اللي هي مقامات صوتية في القرآن الكريم، أن تفرق بين مثلا عندما تقرأ الآية بحزن ماذا يسمى هذا، عندما تقرأ الآية بفرح، وده استخدامه كويس جدا علشان يكون القراءة عندك متنوعة وحلوة في أذن المستمع، فأنت تتعلم المقامات الصوتية لكي تقوي نفسك أكثر وأكثر. رقم 10 وآخر شيء يا شباب هو ألا نتكلف، ما تتكلفش، تقعدش تجيب ايه الشيخ ده بيجيب بحة معينة فعايز اجيب البحة دي، الشيخ ده بيطلع في الجواب فاجيبه فاقوم يشرح مني صوتي، او ان انا مثلا انزل قوي فما اقدرش. اقرأ بطبيعتك انت، واحسن شيء توصل فيها بالقراءة ان يكون ليك طريقتك الخاصة في القراءة والا تقلد احدا، ده افضل شيء، واذا وصلت لها يبقى انت كده نجحت نجاح باهر. اتمنى لي ولكم التوفيق والسداد، وان يتقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا.